السويد تطرد 3 دبلوماسيين روس فقط. فواتير السلطات إلى كرونوفوغد مباشرة، هكذا تريد الحكومة. يا هلا برمضان وبرنامج طبق وبلد، جوائز كتير وأكلات أطيب. في راس في أبو كاس، رمضان كريم. سدير فود، رمضان كريم. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. SA موبلر. من ستوكهولم نحييكم، معكم ليندا الجنابي. بعد مجزرة بوتشا في أوكرانيا، ترددت السويد في طرد دبلوماسيين روس أسوة بدول أوروبية كثيرة. في الصباح أعلنت وزيرة الخارجية عن ليندي أنها تفكر في ذلك، وعند الظهيرة عقدت مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه طرد 3 دبلوماسيين روس، قالت إنهم يمارسون أنشطة استخبارية في البلاد. ليندي اعتبرت أن روسيا ارتكبت جرائم حرب في أوكرانيا، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتحمل المسؤولية عن ذلك. وسائل الإعلام السويدية ركزت على قلة عدد الدبلوماسيين المطرودين، وانتقد كتاب ما اسموه الموقف السويدي الخجول. الدنمارك طردت 15 دبلوماسياً، فلماذا تكتفون بثلاثة؟ سأل أحد الصحفيين وزيرة الخارجية في المؤتمر الصحفي، لترد بأنه ليس من السهل طرد الدبلوماسيين، يجب أن نزن باستمرار مصالحنا، لكننا لا نستبعد أن يكون هناك مزيد من قرارات الطرد. ليندي توقعت أن يكون هناك رد من روسيا بعد إعلان السويد طرد الدبلوماسيين. حرب روسيا في أوكرانيا تدفع دول الشمال إلى تعزيز تعاونها العسكري بعد السويد وفنلندا تنضم النرويج إلى التعاون. رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوري كان في ستوكهولم اليوم، وخلال وجوده أعلنت رئيسة الوزراء ماجدالينا أندرسون عزم السويد تعميق التعاون العسكري مع النرويج وفنلندا. أندرسون لفتت إلى أن جزءاً كبيراً من اجتماعها مع ستوري خصص لمناقشة ما أسمته الهجمات الوحشية الروسية المتزايدة ضد أوكرانيا. واعتبرت أندرسون الهجمات المتعمدة ضد السكان المدنيين جريمة حرب، داعية إلى محاسبة المسؤولين عنها. رئيس الوزراء النرويجي أكد أن أوروبا في وضع أمني أكثر خطورة حالياً، مشيراً إلى الأهمية التي يمثلها تعزيز التعاون العسكري بين دول الشمال الأوروبي. لا تلبث أسعار الديزل أن تتراجع في السويد حتى ترتفع مجدداً. لليوم الثاني على التوالي ارتفع السعر بشكل حاد ليصل إلى 25.12 كرون للتر الواحد، في حين لا يزال البنزين عند 20.99 كرون. غلاء الوقود تأثر بارتفاع أسعار النفط العالمية اليوم. سعر البرميل في بحر الشمال وصل إلى حوالي 108 دولارات. أسعار الوقود تثير جدلاً في البلاد مع ارتفاعها إلى مستويات قياسية حتى قبل الحرب في أوكرانيا. الحكومة اقترحت مؤخراً حزمة دعم تشمل تخفيض ضرائب الطاقة، غير أن أحزاب المعارضة تطالب بتخفيضات أكبر. الحكومة تقترح تسريع تطبيق القرارات المتعلقة بعمليات استرداد الأموال التي تدفعها السلطات السويدية لغير مستحقيها. الحكومة قدمت اليوم مشروع قانون للبرلمان، وأوضح وزير العدل والداخلية مورغان يوهانسون أن ذلك يشمل استرداد المساعدات التي صرفت لغير مستحقيها من قبل صندوق التأمينات الاجتماعية فورشاكرين كاسان. اقتراح الحكومة يعني أن قرارات السلطات بشأن استرداد الأموال يمكن إنفاذها مباشرة، ويمكن للسلطات اللجوء مباشرة إلى هيئة جباية الديون كرونوفوغدن دون الحاجة إلى التقدم بطلب للمحكمة. التعديلات ستدخل حيز النفاذ في الأول من سبتمبر المقبل حال الموافقة عليها من البرلمان. بعض منتجات كيندر في السويد ملوثة بالسالمونيلا، هذا ما حذرت منه مصلحة الأغذية اليوم. قضية شوكولا كيندر تثير الاهتمام في أوروبا بعد العثور على كميات ملوثة في عدد من الدول.
شركة فيريرو سحبت منتجها من الأسواق البريطانية بعد إصابة أكثر من 60 شخصاً بالبكتيريا، معظمهم من الأطفال. تقارير أفادت بتسجيل مزيد من حالات الإصابة في دول أوروبية بينها إيرلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا، ولم يتم تسجيل أي حالات وفاة في بريطانيا، إلا أن أغلب الحالات تم تسجيلها بين أطفال يبلغون من العمر 5 أعوام أو أقل. مصلحة الأغذية السويدية أعلنت تسجيل 4 حالات في السويد مرتبطة بمنتجات مثل بيضة كيندر الشهيرة بين الأطفال. جميع المنتجات التي تحتوي على أثار السالمونيلا تأتي من مصنع واحد في بلجيكا. وأكدت منسقة مكافحة العدوى في مصلحة الأغذية أن المصلحة تتابع القضية عن قرب. للمزيد من الأخبار والتفاصيل لا تنسوا زيارة موقعنا الكومبيس.سي. أشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء. سدير فود، رمضان كريم. تريم تاب، شارك في رحلة نجاحنا. SA موبلر، في ريس، في أبوكاس، رمضان كريم.